كان في احتفالية تم تنظيمها لإعلان جوائز مسابقات صندوق دعم المبتكرين والنوابغ من طلبة المدارس والجامعات. المسابقة دي هدفها بطبيعة الحال هو رعاية وتطوير مهارات الطلاب من المدارس أو الجامعات والرهان على المبتكرين والنوابغ منهم. أكيد في تفاصيل أكيد هنحتاج نعرفها من الدكتور ضياء خليل الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. طيب بداية لما نيجي نتعرف على المسابقة، أهم فروعها، عدد المتقدمين، لو حضرتك تقول لنا تفاصيل. هي مش مسابقة واحدة في الحقيقة اللي كان معمول لها فعالية يعني يوم الأحد، لأنها ما كانتش احتفالية بقدر ما هي فعالية نهائية، يعني آخر حلقة يعني في المسابقة. هي كان أكثر من مسابقة، إحنا بنشتغل على أكثر من محور وعلى أكثر من مستوى. عندنا مسابقات بنعملها بين طلبة المدارس مثلا، طلبة مدارس ستيم ومدارس النيل، برضو كل فريق في مدرسة بيترشح بيقدم فكرة مشروع بتاعه، بنبتدي نرعاه وبعدين نديهم جوائز وما إلى ذلك، وبعدين يدخلوا في نوع من المسابقة عشان نختار أفضل فرق فيهم تفوز في النهاية. لكن عندنا برضو مسابقة تانية، مسابقات تانية الحقيقة مش واحدة بس، على مستوى طلبة الجامعات. فبرضو في فرق من الجامعات مختلفة بيقدموا، كل جامعة بقليم، وطبعا مستوى التحكيم في الجامعة مختلف عن مستوى التحكيم في المدارس. وعندنا مسابقة أخرى في عملية هي نوع من فعالية ختامية لبرنامج اسمه تأهيل الباحثين ليكون رواد أعمال، يعني احنا بنطلع مع الأفكار من المدارس إلى الجامعة، من الجامعة إلى البحث العلمي، ومن الباحث العلمي إلى أن هو يكون رائد أعمال، رائد أعمال يعني يقدر يعمل شركة، ينشئ شركة ينفذ فيها المشروع بتاعه، هو عنده فكرة علمية معينة. بنبتدي برضه نحط له بعض التحديات أو تشالنجز نعيشها معاه، الفكرة دي إزاي ممكن تطلع للنور عشان يكون بيها شركة أو عشان يعمل بيها برودكت منتج، يعني ايه هي الحاجات اللي هي محتاجاها، التكاليف بتاعتها تبقى شكلها ايه، بنناقشه من ناحيه طبعا من وجهه نظر يعني اداره الاعمال اكثر منها، من ناحيه ثانيه لان هو متخصص في مجاله الفني يعني. تمام. طيب ناخدهم واحده واحده، بالنسبه للمدارس يعني الشروط بتبقى عامله ازاي؟ اهم الابتكارات اللي تم تقديمها عامله ازاي؟ والجوائز ايضا بتبقى عامله ازاي؟ بالنسبه للمدارس، هم كل فريق بيقدم، نشترط هم ما يكونش الفريق مكون من فرد واحد او فرد، لازم يكون ثلاث افراد على الاقل يعني عشان يبقى في روح العمل الجماعي مع بعض. بيقدموا الفكره الاوليه، بنعمل لها نوع من الترشيح او الفلترنج الاولاني، ده مدى جديه الفكره، ما بينهم فتره يعني بيشتغلوا بيبقوا شغالين معانا، وبعدين احنا عامل لهم في المدارس ما يسمى بالانوفيشن كلاب او نوادي الابتكار، في مشرف موجود معاهم من المدرسه بيتابع تطور الفكره معاهم، والطلبه نفسهم ممكن يلجاوا لاي متخصص، هم عايزين يعرفوا حاجه محدده زياده في نقطه معينه يروحوا يقابلوا ناس متخصصين. يعني اعتقد ان اللي خدوا الجائزه الاولى كانوا مثلا بيتكلموا على عاملين برنامج للتعامل، كيفيه الاكتشاف المبكر للمرضى المتوحدين، الطلبه اللي عندهم توحد. كويس. فهو لازم يقعدوا مع ناس متخصصة، لازم يقعدوا مع دكاترة ويستشيروهم في الموضوع ده ونتعامل ازاي. في ناس طلبة تانيين كانوا مدين برنامج مثلا على استخدام الطاقة الشمسية في عملية معينة، دول بيروحوا يقعدوا مع دكاترة في كلية الهندسة، هم اللي بيدوروا بنفسهم على المتخصصين ويستعينوا بيهم، لكن هم عندهم مشرف من المدرسة يوجههم في الاتجاهات المختلفة. حلو. طيب في برنامج تأهيل للباحثين لريادة الأعمال اسمه R2E، ده موجود في الجامعات والمراكز والهيئات البحثية لإكسابهم المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة لمنتجات ذات جدوى اقتصادية، ودي حاجة احنا قعدنا عانينا منها فترة طويلة، إن الأبحاث بتتعمل وتتشال في الأدراج أو تتشال على الرفوف. فكرة تحويل الأبحاث دي قعدنا كتير نتكلم فيها، إيه اللي بيحصل بقى في هذا البرنامج؟ ده برنامج بيتم يمكن المره الثالثه اللي نعمله دلوقتي وماشي بنجاح كبير. الباحث بيبقى غالبا عنده فكره علميه متميزه، لان هو بيبقى باحث يعمل في هيئه بحثيه او في الجامعه، فهو متميز ما بين اقرانه وكل حاجه ويعرفها من الناحيه العلميه. لكن لما بيجي بقى يعرضها، ان احنا بنجيب له بعض المستثمرين مثلا، الحلقه اللي كانت اخر حلقه دي كانوا جايبين له فيها مستثمرين، غير كده بنجيب له ناس مدربين برضه على
العمل في مجال رياده الاعمال. يبتدوا يسالوه طب الفكره دي عشان تتنفذ التكاليف بتاعتها تبقى قد ايه؟ تعالى نحسب بالظبط نشوف التكاليف المختلفه اللي عشان نقدر نطلع بيها الفكره دي، من مثلا المواد، هنشتري الماده دي منين؟ هنعمل فيها ايه؟ هنعالجها ازاي؟ هتاخد وقت قد ايه؟ هنحتاج عماله قد ايه عشان يطلع دون في صوره منتج؟ طب يبقى هتحتاج تعمل فلوس تضخ فيها فلوس قد ايه؟ ولما تيجي تبيعها هتتباع بسعر كام؟ طيب هل ده هيقدر يغطي المصاريف اللي انفقت عليها؟ طب بالنسبه للحاجات اللي موجوده في السوق في الماركت حاليا الاخرى، سواء كان السوق عالمي او سوق محلي، يعني احنا بنتكلم على مستوى عالمي في الابتكار والابداع يعني. حلو. طب دي هتبقى احسن سعرها احسن من سعر حاجه طالعه مثلا بتتباع في الصين او بتتباع في الهند بنفس، لازم يعمل نوع من الماركت اناليسيس، دراسه السوق، عشان يقدر يقارن برضه الحاجه اللي هو انتاجها دي بالنسبه للحاجات اللي جايه، سواء اللي جايه من بره او اللي تنتج بتتباع محليا بعد ما تيجي وتحط عليها ضرائب ومهرب وما الى ذلك وتتباع، هو المنتج بتاعه ده هيبقى منافس في السوق ولا لا؟ ايوه. هيحتاج فلوس قد ايه في الاول عشان يقدر يحولها من فكره؟ محتاج امكانيات قد ايه؟ بس فلوس وناس يعني وقت، لان هو الريسورسز بالنسبه لنا تبقى الفلوس والناس والوقت. يحتاج وقت قد ايه؟ فلوس قد ايه؟ وناس قد ايه عشان يقدر يحولها الى هذا المنتج اللي هيخرج للناس. دي اللي هي الفتره اللي بنسميها يحصل فيها بعديها بقى ريتيرن اوف انفستمنت، يعني هيبتدي يحصل عائد من الاستثمار فيه. فهو لو قدر يبني المراحل المختلفه دي كلها، واثناء ذلك طبعا بيكتشف ان هو محتاج يبقى عنده ناس يفهموا في الحسابات الماليه، يبقى عنده ناس يفهموا في القواعد القانونيه، لانه كان فكره محتاجه جوانب قانونيه. صحيح. فكره تكون محتاجه تصريحات، لو هي حاجه ليها علاقه مثلا بالطب مش هيقدر يطلع اي حاجه ويستخدمها على المرضى الا لما ياخد موافقات وتصريحات من المجال اللي هو بيشتغل فيه او المجالات اللي هي مختصه، يعني هيئه الدواء المصريه مثلا عشان يقدر يطلع دواء، حاجات زي كده. فهو بيعرف الابعاد المختلفه اللي هو محتاجها دي كلها، لان هو محتاج قانوني معاه، محتاج محاسب معاه، وهكذا، محتاج كل الجوانب المختلفه. وحضرتك بتوفر له كل الكلام ده يا استاذ ضياء؟ انا بوفر له اهم حاجه الوعي باهميه هذه الاشياء المختلفه، واديله نصايح فيها، اقول له الحاجات دي تبقى ازاي والحاجات دي تبقى ازاي وما الى ذلك، فيقدر يوصل ان هو يبني ما يسمى بخطه اعمال، بزنس بلان. لما يبني خطه العمل دي يبقى هو قابل لان هو ياخد استثمار عشان يبتدي ينفذ فكرته. طيب دكتور ضياء، مسابقه حافز الابتكار دي واحد من المسابقات اللطيفه خالص، لو حضرتك تكلمنا عن التفاصيل اللي بيتبناها الصندوق وازاي بيدعم المسابقه وكمان شروط المشاركه فيها. حافز الابتكار اللي هي الانفيجن كاتاليست دي بتبقى معموله على مستوى جامعات اكثر، احنا عندنا يعني ممثل في كل جامعه وحسب الخطه الاستراتيجيه اللي عملتها لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي، كنا مقسمين اقاليم الجمهوريه الى 7 اقاليم مختلفه. في كل اقليم في مجموعه من الجامعات، يعني الاقليم الشمالي مثلا في مجموعه من الجامعات اللي هو جامعه اسكندريه، جامعه فاروس، جامعه وهكذا، يعني يعملوا ما بينهم وبين بعضهم نوع من الكونسورتيوم، ويبقى في ممثل ليهم. عندنا ممثلين للـ7 اقاليم، وممثل الاقليم ده بيتواصل مع ممثل من كل جامعه. تمام. وفي كل جامعه بقى في كيان مسؤول الى حد ما عن الابتكار ورياده الاعمال. سواء كان كيان منشا من قبل كده تابع لمثلا اكاديميه البحث العلمي، او كان جديد انشا مؤخرا بقى بتلقى تمويله من صندوق التمويل، صندوق الابتكار مباشره، او من اي جهه من الجهات الاخرى، مش مهم، المهم ان في حد في الجامعه دي هو بيبلغنا يقول لنا الكيان ده هو المسؤول عن النشاط ده في الجامعه. طيب دكتور ضياء، احنا عندنا معلومه ان المركز الاول خدته جامعه جنوب الوادي، ده حقيقي فيما يتعلق بمسابقه الجامعات؟ صحح لي لو انا غلطان. لا يا حضرتك، انا مش حافظ المراكز المختلفه لان المسابقات كانت كتير. أيه. فممكن يكون معلومه حضرتك دي اللي هي مكتوبه غالبا في التصريح الاعلامي هي المعلومه المظبوطه. ايوه. يعني احنا في التصريح الاعلامي بنرجع الحاجات بالتفصيل، بس طبعا انا مش حافظها كلها عن بعد. قبل اقول لحضرتك المسابقات اللي كانت موجوده كان عددها كبير في اليوم ده. انا طبعا مش حافظ المراكز المختلفه يعني ليهم، لان مش انا اللي بحكم بنفسي برضو، احنا بجيب ناس يعملوا لجان متخصصه هي اللي تحكم، لجان ناس متخصصين على المستوى العلمي وعلى المستوى اداره الاعمال هم اللي بيحكموا. المشاركه جايه من كل جامعات الجمهوريه في الجامعات المختلفه يعني،
كان في ناس طبعا اكيد من جامعه جنوب الوادي، كان في ناس من جامعه اسكندريه جنبهم، وده يعني برضه هدف اساسي لتجميع المسابقات دي في يوم واحد، ان الناس تشوف بعضها وتشوف افكارها، ان كل واحد يجي يعرض الفكره بتاعته بالظبط كده في منصه يعني على جنب، ويشوفوا المستويات المختلفه. يعني رجال الاعمال نفسهم موجودين برضه معانا، لانهم بيدخلوا في المسابقه بيشاركوا يعني في اختبار المسابقه مثلا بتاعت الباحثين، فهم موجودين وبيشوفوا الطلبه الصغيرين بيعملوا ايه، ويشوفوا طلبه الجامعه بيعملوا ايه بتوع حفظ ابتكار وهكذا. صحيح صحيح. بنشكرك دكتور ضياء. دكتور ضياء خليل الرئيس التنفيذي لصندوق رعايه المبتكرين والنوابغ، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم.